السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. فيديو النهاردة فيديو عن مجموعة كاملة متكاملة للمصيف، عارفين، للحماية من الشمس للجسم والشعر والبشرة، حماية بقى من الشمس والبحر والبول، كل الكلام ده اللي بيبهدلنا في المصيف. عندك مجموعة كاملة تقدر تظبطك في الموضوع دوت، جميلة جدا، من شركة بانسا فارما، والشركة دي يا رب اكون بنطق الاسم صح، اللي هي البانا برايم. الشركة دي او الماركة دي انا اتعاملت معاهم قبل كده، فاكرين، في مجموعة الشعر الرائعة اللي انا لحد النهاردة لسه بستخدمها لحد النهاردة، تمام، وخاصة السيروم بتاع الشعر بتاعهم اللي انا هكلمكم عليه تاني النهاردة للامانة، اللي هو السيروم ده، انا هو ده السيروم اللي انا بستخدمه حاليا لشعري من ساعة ما جبته، هو ده السيروم اللي انا بستخدمه، وهعيد لكم تاني انا ليه بستخدمه لحد دلوقتي، تمام. فيلا نشوف ايه المجموعه وايه الافكت بتاعها وكل حاجه عنها. وعايزه اقول لكم ان هي متوفره، المفروض ان هي متوفره في الصيدليات، لو ما لقيتيهاش في الصيدليه هتدخلي على لينك الصفحه بتاعتهم اللي انا هسيبها لكم تحت في صندوق الوصف، تقدري تساليهم هي متوفره في انهي صيدليات، وبرده تقدري تشتري من على الصفحه بتاعتهم على طول، لان هم كمان بيعملوا عروض وكده، فتقدري تشتري من الصفحه بتاعتهم اونلاين عادي. غير كده يلا بينا نبتدي، وكفايه رغي عشان انا متحمسه اكلمكم عن المجموعه دي النهارده. يلا بينا، تعالوا كده بداية نتكلم عن البطل الأول في المجموعة دي، هو الصن سكرين بتاعهم ده 50% SPF، تمام، زائد ان هو 120 ملي، يعني جماعة كميته حلوة جدا، تمام. بصوا ده شكل البوتل بتاعته، اهي عاملة زي علبة اللوشن كده، لان هو اصلا مكتوب عليه ان هو صن سكرين لوشن، فاهمين، تمام. بصوا العلبة بتاعته حلوة جدا، يعني هم بصراحة من المرة اللي فاتت والتعبئة بتاعتهم جميلة جدا. الصن سكرين ده يا جماعة انا مش عارفة هل هم عندهم نوع تاني مخصوص للبشرة الدهنية ولا لا، لان اللي معايا دوت انا حسيت ان هو بتاع بشرة جافة او عادية، تمام. المفروض ان ده لوشن، يعني تقدر نستخدمه على البشرة ونستخدمه على الجسم. جماعة مكوناته رهيبة، بصوا المكونات، بصوا كده تعالوا نشوف المكونات الاول، هحاول احط لكم صورة بالمكونات اللي مكتوبة عليه. اكسيد الزنك، اكسيد التيتانيوم، الوفيرا، زيت جوز هند، كاموميل، مستخلص الخيار، كل دي حاجات مهدئه للبشره، تمام. وصمغ العسل، بانسينول، مستخلص العرقسوس، فيتامين هي، مستخلص الشاي الاخضر، وجليسرين. فكل الكلام ده غير ان هو بيحمي من الشمس، عندنا ترطيب، تمام، وتهدئه للبشره، ترطيب وتهدئه. جماعه اول حاجه عايزه اوريكم بس الملمس بتاعه عامل ازاي، هو لونه ابيض مصفر كده، تمام، يعني مش عارفه زي لونه اوف وايت كده. بصوا هو ما بيسيبش اي اللي هو الابيض دوت، بص ما فيش الكلام ده خالص، ما فيش، بس بصوا اللمعه اللي بيديها يا جماعه للبشره، بصوا الفرق بين ايدي دي وايدي دي، بصوا اللمعه اللي هنا، بصوا مش موجوده هنا اطلاقا، بصوا ما فيش هنا اي لمعه، بصوا اللمعه اللي في هنا لمعه فظيعه فظيعه. عايزه اقول لكم ان انا حطيته لجسم بنتي، لان انا بقى بنتي محتاجه منتج زي ده بطريقه فظيعه، انا بنتي جسمها حساس جدا من الشمس، حساس جدا، تمام، بتلتهب بسرعه، جسمها بيحتاج ترطيب قوي. عايزه اقول لكم ان انا بحطه لها على وشها وعلى كتافها وعلى ركبها وعلى جسمها كله، اول حاجه بيخلي شكل الجسم لمعه، بصوا لمعه مغريه كده، لمعه حلوه قوي، بيخلي الجسم فيه لمعه جميله جدا، لمعه حلوه كده، وبيرطب جدا، بيرطب جدا جدا جدا، تحس ان انت حاطه موسترايزر مش سان سكرين، تحفه تحفه يا جماعه. انا انتوا مش متخيلين ده، اعتمدته خلاص لبنوتي، رائع، زائد انه ما فيهوش كحول، ودي حاجه تحفه، حاجه جميله جدا جدا جدا، فحبيته جدا جدا لبنوتي. انا عن نفسي ممكن استخدمه لجسمي، لكن وشي مش هقدر لان هو فيه زيوت، فانا زي ما قلت لكم انا هشوف، يعني انتوا ممكن تسالوهم اذا كان عندهم حاجه للوش للبشره الدهنيه ولا لا، لكن لو بشرتك جافه او عاديه هتعشقيه والله العظيم، هتجيبيه وهتشكريني عليه فعليا، رائع.
في نقطة مهمة جدا نسيت اقولها لكم، ان هو المفروض ووتر ريزيستنت لمدة 18 مينت، يعني تقدري تنزلي المية والبحر وكل حاجة وتطلعي وتنزلي تاني من غير ما تعيديه مرة تانية، المية مش هتضيعه، فدي برضو حاجة حلوة جدا. نيجي بقى عند المنتج التاني وهو البانالايت بودي كريم. البانالايت بودي كريم ده اول حاجة، ده بيجي في التعبئة بتاعته شكلها عامل كده اهو. بصراحة التعبئة بتاعتهم حاجة محترمة جدا، تمام. المفروض ان ده بودي كير يا جماعة، ده للجسم، كريم للجسم لتفتيح الجسم وترطيبه بعد بقى ما تطلعي من البحر والشمس والكلام ده كله. طبعا بيبقى مثلا في ناس بيبقى جسمها محمر، في ناس بيبقى جسمها التهب قشر مش عارفة ايه، اليكي هذا المنتج بيرطب بطريقة فظيعة يا جماعة، برضو مرطب جامد جدا. وبصوا وريحته بقى، الناس اللي بتحب روايح جوز الهند خطير، ريحته جوز هند جدا جدا. تعالوا كده نشوف المكونات بتاعته: كولاجين، كاموميل، زيت جوز هند، جليسرين، اكسيد الزنك، تمام، يعني بيمنع كمان الالتهاب او بيقلل من الالتهاب بمعنى اصح، زيت الزيتون، بانتينول، مستخلص العرق اسوس، برده حمض اللاكتيك، فيتامين الف وجيم وهي. ماشي، بصوا الملمس بتاعه كريم كريم وكريم تقيل، بس لما يدهن خفيف، يعني هو نازل من العلبة تحسين هو تقيل، لكن هو لما يدهن خفيف. والبشرة بتشربه، شايفين البشرة بتشربه على طول، ريحته جوز هند. لو بتحبي الجوز الهند هتعشقيه، تحفة. طبعا موضوع التفتيح ده انا لسه ما شفتش تفتيح قوي منه، لازم استخدمه كتير، لكن المجمل احنا بصراحة في بعد البحر والبول والكلام ده بنبقى محتاجين الترطيب، لان الجسم بيلحف من الشمس يا جماعة. فالمنتج ده بمكوناته بيهدي البشرة كمان، لو بشرتك التهبت من الشمس او قشرت او كده بيهدي البشرة، وفي نفس الوقت بيرطبها، فرائع جدا بعد البهدلة بتاعت المصيف او بعد ما تطلعي من البول عامة او البحر، يعني بعد ما ترجعي وتاخدي الشاور بتاعك تدهنيه كده هتحسي ان الجسم بقى بارد كده. وده طبعا ينفع يستخدموه رجالة وستات واطفال وكل حاجة، يعني مش مخصوص للبنات بس. نيجي بعد كده عند المنتج التالت واللي كلمتكم عليه قبل كده ساعة ما كلمتكم على مجموعة الشعر اللي انا استخدمتها من ماركة بانا برايم، وهو السيرم. والنهاردة قررت ان اتكلم عليه تاني لان هو تحفة يا جماعة. انا من ساعة ما جالي انا بستخدمش غيره، هو ده اللي انا بستخدمه لنفسي، لان انا ما بحبش السيرامات اللي بتلزق الشعر. السيرام ده ما بيلزقش خالص، زائد ان انا ساعتها قلت لكم ان هو بيحافظ على الشعر من عوامل الجفاف والشمس والبول والبحر والكلام ده. فلما جربته فعليا بقى في الوضع اللي انا قلت لكم عليه، هو فعلا كده، يعني غير ان هو فعليا رائع في ترطيب الشعر من غير تلزيق، وبيدي لمعة كده حلوة قوي للشعر، فهو فعلا بيحمي الشعر من عوامل اللي بتحصل في المصيف دي، خاصة لو انت شعرك دهني. لو انت شعرك دهني او فروته دهنية بنبقى محتاجين حاجة خفيفة تعتني بشعرنا، فالمنتج ده برضو هتدعي لي عليه. وكل بنوتة سألتني الفترة الاخيرة عن سيرم حلو للشعر وما يكونش بيلزق الشعر، كنت دايما بقول لها عن البانا برايم سيرم للشعر، رائع رائع رائع. انا عن نفسي زي ما قلت لكم والله هو ده الفتره الاخيره، ده السيرم اللي انا بنهله على شعري. والسيرم يا بنات ما بيتحطش على فروه الراس، عشان تبقوا عارفين السيرم بيتحط على الشعر بس، تحطيهوش على فروه راسك، تمام. فبرضو ده انا شايفاه ان هو يعتبر مكمل للمجموعه بتاعه البحر والمصيف والكلام ده من بانا برايم. وفي بقى منتج اخير، ده بقى زيادة انا من عندي، لو انت شعرك جاف او هايش او بيتقصف من البحر والشمس والكلام ده وعايزة حاجة قوية تحميه، زي ما قلتلك بس ما يكون شعرك دهني وفروته دهنية، اللانولين كريم يا جماعة. ده ساحر في المصيف يا جماعة، رائع 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 رائع، خاصة لو انت فروة راسك او راسك مش دهنية. الكريم ده هيمحيلك الهيشان تماما، تمام، وجفاف الشعر من الكلور والقرف بتاع البول والكلام ده كله. ده المنتج ده رائع، هتسيب لكم تجيبوه منين تحت في صندوق الوصف وهم، تمام كده. بس كده ده كان
الريفيو بتاعي عن المجموعه دي بجد تستاهل التجربه، وان شاء الله باذن الله اللي هيجربها انا متاكده انه هيدعي لي وهيشكرني عليها. هسيب لكم الصفحه بتاعتهم تحت في صندوق الوصف، وغير كده اشوفكم ان شاء الله باذن الله على الف خير. باي باي.